وناس كتيرة بتبدأ حياتها بعد 60، فعشان كده دايما نقول ان العمر مجرد رقم. ده توصيف حقيقي لنماذج من السيدات اللي ما يعرفوش حاجة اسمها مستحيل. في التقرير اللي جاي معانا نموذجين لسيدتين، واحدة أمريكية عندها 91 سنة قررت في عيد ميلادها انها تجرب القفز بالمظلات، اما التانية فهي من بريطانيا عندها 93 سنة وعملت مغامرة تحدي من نوع خاص جدا، وهو الوقوف على جناح طائرة وهي طايرة في الجو. يظهر كده إن المسنين في العالم عاوزين يضربوا المثل الاستثنائي في التفوق والقوة، والمثل ده طبقته واحدة من المسنات الأمريكيات اسمها إيدا شانن من ولاية مينيسوتا، وقررت تحتفل بعيد ميلادها 91 بطريقة مبتكرة من خلال القفز بالمظلات للمرة الأولى في حياتها. شانون كانت بتحلم بالتجربة دي وفكرت كتير تنفذها، لكن ما كانتش عارفة الإجراءات اللي ممكن تعملها، لحد ما أصدقائها شجعوها وساعدوها في تنفيذ التجربة، حتى إن السيدة شانون قالت إنها بتحب المخاطرة وإن حياتها الشخصية كانت مليانة بمغامرات كتير. السيدة الأمريكية ما كانتش أول واحدة تعمل المغامرة دي، وسبقتها سيدة بريطانية اسمها بيتي برومك صاحبة 93 سنة. بيتي عملت مغامرة وتحدي من نوع خاص في الطيران العالي، وقفت على جناح طيارة وهي طايرة في الجو، وقدرت تنفذ مغامرتها بمنتهى الهدوء والثبات. المغامرة دي اتنفذت في مطار راند كومب، وقالت وقتها إنها استمتعت بالتجربة وحست بالبهجة والاختلاف.